ومن التحركات اللي حصلت ان تقدم النائب محمد جبريل بطلب احاطة بيتكلم فيه على الحضانات الغير مرخصة، وبيتكلم فيه على ان وزارة التضامن كمان في اسكندرية بصفة عامة مفيش متابعة للحضانات والمسؤولين عنها والسلوكيات اللي بتبقى بتمارس داخل الحضانات. فده تحرك كمان حصل بعد حادثة حضانة اسكندرية اللي تابعناها مع حضراتكم من النائب محمد جبريل، وهو عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، اتقدم بطلب احاطة في المجلس موجه لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج بشأن الدور الرقابي للوزارة المنوط بالتفتيش وتجديد الرقابة الدورية على كل الحضانات الموجودة في اسكندرية. لكن خلينا نفكر حضراتكم ان وزارة التضامن قالت ان الحضانة دي لم تحصل على رخصة من الوزارة، هي واخدة رخصة من نوع تاني، لان بالنسبة للدولة المكان ده معرف نفسه ان هو مكان لتنمية مهارات الطفل مش حضانة، فبالتالي واخدين رخصة تابعة للغرفة التجارية وليست لوزارة التضامن. خلينا نتابع كمان طلب الأحاطة والتحركات اللي قام بيها النائب محمد جبريل، ونرحب بيه معانا على التليفون. أهلا بحضرتك سيادة النائب. أهلا بخير يا فندم، إزي حضرتك؟ مساء النور على حضرتك. بداية قبل ما نتابع تحركات طلب الأحاطة اللي حضرتك قمت بيه، تابعت إزاي الواقعة من بدايتها؟ هو الحقيقة طبعا كان يوم الخميس هي بداية الأحداث. طبعا كان التحرك من خلال ان في تسجيل صوتي وصل لاحد الامهات خاص بطفلتها انها تعرضت لاصوات، بقى انها اصوات تعذيب للاطفال، وبتقول ان هي عندها وقائع دي حد من داخل الحضانه نفسها تقريبا احد القائمين على التعليم جوه يعني. فقامت بان هي سربت، قالت ان في معلومات عندها بتقول ان في عمليات تعذيب ممنهجه بتتم للاطفال، وطبعا بقياده المديرة دار الحضانه. طبعا ابتدت الام تنتبه، وابتدت في اب تاني وصل له في نفس التوقيت نفس التسجيل، وده كان بداية الخيط. الآباء تنبهوا إن في حاجة غلط بتحصل لأبنائهم، خصوصا إن في أكثر من ولي أمر لاحظ وجود آثار يعني كدمات على أجسامهم. كدمات في الأذن لأحد الآباء، كدمات في الوجه، وطبعا كانت الحجج جاهزة والفبركة جاهزة إن هو أثناء اللعب، ومحدش طبعا ما كانش في ربط ما بين اولياء الامور وبعضهم. اللي ربط هو التسجيل الصوتي اللي تم تسجيله. تمام، خلينا نروح للطلب. الكلام ده كان يوم الخميس. وبعد كده طبعا لما ابتدت بقى التسريب يوصل لاكثر من ولي امر، فتوجه 10 من اولياء الامور الى النيابه طبعا اللي هي وجهتهم الى القسم التابع، وعلى الفور يعني ابتدوا بقى استدراج اداره الحضانه في ان هم ياخدوا معلومات ويعرفوا بقى ماذا يتم داخل دور الحضانه دي. طيب حضرتك قدمت، حضرتك كنت بتتكلمي فيها ان هي مش واخده ترخيص من، صحيح، ودي النقطه اللي عايزه اقف شويه عندها مع حضرتك. حضرتك قدمت طلب احاطه تسأل في وزارة التضامن ان هي لازم تكون بتتابع الحضانات، لكن في الموقف الحالي هي الحضانة دي مش واخدة رخصة من الوزارة، هي مفروض مسجلة كمكان لتنمية مهارات الطفل. ما هو ده الخداع اللي قامت بيه صاحبة دور الحضانة في انها تستخرج رخصة لمركز تنمية مهارات، الا ان كانت النشاط الفعلي هو حضانة، وحضانة يعني بتحصل على مصروفات عالية جدا. صحيح. أولا هي موقعها في مكان كويس جدا، هي كانت بتاخد من ولي الأمر 3150 جنيه. ده بدون أي وجبات، فده مستوى عالي. فين وزارة التضامن الاجتماعي في الرقابة على هذه الدور؟ هي مش واخدة رخصة منها. انما ازاي بتمارس
يعني تمارس كل النشاطات الخاصه بالحضانه دون عين وزاره التضامن. فين الدور الرقابي بتاعها؟ ازاي الناس دي قائمه على اولا لا مدرسين بيدرسوا سلوكيات ومناهج يعني مشرف عليها من وزاره التضامن او وزاره التربيه والتعليم. القائمين على النانيز اللي موجودين وبيتعاملوا مع الاطفال لا هم مؤهلين ولا اي حاجه. طيب المصروفات دي بتروح لفين؟ وازاي جهه من الجهات تطلع رخصه ايا كانت وهي اساسا مش هتقوم بدور رقابي عليها؟ ايه هو دور الغرفه التجاريه؟ ازاي؟ من منح لها السلطات انها تطلع رخصه من هذا القبيل؟ يعني تسال فيها هذا الموضوع ايضا وزاره التضامن؟ يعني حضرتك من وجهه نظرك الوزاره مسؤوله؟ طبعا لا يخلى دورها. هي هو احنا هي دار الحضانه دي مستخبيه؟ لا، دي موجوده فنم، موجوده وبتمارس نشاطها الكامل كحضانه. طيب سياده النائب، خليني اسال حضرتك، هل الاوضاع بخصوص الحضانات بصفه عامه في اسكندريه محتاج اعاده نظر؟ يعني الحضانات في منها كتير في مشاكل، بنشوف واقع مشابهه بالشكل ده بتتكرر كل فتره. بص يا فندم، هقول لحضرتك، عدد الحضانات في جمهوريه مصر العربيه حوالي 13,000 حضانه، منهم حوالي 3,000 خاضعين لوزاره التضامن تحت اشراف وزاره التضامن. من حوالي شهر 8 او شهر 7 اللي فات كان في وقع في اسكندريه برضو لدور حضانه تم الاعتداء على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. ده مؤشر على ان في غياب للدور الرقابي على في التفتيش على دور الحضانه. انا مش مهمتي ان انا امنحها رخصه وفقط، انا مهمتي ان انا اشرف على ان الاطفال دول بهذا السن النشأ اللي بيتعلموا في بدايتهم يكون بياخدوا مناهج وسلوكيات تتواءم مع المجتمع ومصرح بيها ان انا ادرسها لهم. القائمين على التدريس داخل الحضانات دول لازم يكونوا مؤهلين علميا للتعامل مع السلوكيات ده، والاخطر منهم هم النانز اللي بيخشوا المياه ويقوموا بعمليه تنظيف لاطفالنا. دول لازم يكون اولا معاهم فيش وتشبيه ومعروف سجلهم عشان ما يحصلش بقى اعتداءات جنسيه على الاطفال في السن الصغير ده، ويعني بتمارس بقى افعال سيئه جدا احنا عارفين طبعا. الاطفال اللي حضرتك تم تعذيبهم دولت، هو انا الاثار الجسمانيه لاثار الانتهاكات او التعذيبات اللي موجوده او التحاجات اللي موجوده في اطفالنا دي هتروح، انما الاثار النفسيه هتروح. صحيح، نتمنى طبعا ان هم يتعافوا من الاثار النفسيه والاهل يكون عندهم الوعي ان هم يتحركوا للمتخصصين علشان اطفالهم يكونوا اصحاء نفسيا. بشكرك شكرا جزيلا النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب في اسكندريه.